السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة تتماو بلوك، مرحبا بكم من جديد. قبل البداية، إذا كنتم من المشاهدين الجدد أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا دعم المقطع بالضغط على الزر أعجبني ومشاركته مع أصدقائكم. شكرا لكم جزيل الشكر. اليوم لدينا لغز وهو كالتالي: تبدأ بحرف الدال، يأكله الغني والفقير، لها أجنحة ولا تطير، فما هي؟ لديكم 10 ثواني لتفكروا وتكتبوا الجواب الصحيح. أعتقد أنكم أجبتم بالدجاجة. نعم، الدجاجة هو الجواب الصحيح. إلى هنا يا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. مع السلامة.